هنعمله؟ هنعمل طبق مصري مصري مصري. ايه هو؟ الرقاق. الرقاق سهل قوي وما بياخدش وقت وبيدخل الفرن. هعلمكم عليه حاجة جديدة، انا دايما بحب اخد الطبق الكلاسيك واضيف عليه حاجة جديدة. هعلمكم عليه حاجة جديدة. كل ستات البيوت اللي بتعمل الرقاق في مصر سمعت منهم ساعات بيعملوها وساعات ما بيعملوهاش، هقول لكم ازاي وليه وتأثيرها ايه. اوكي، نجيب الحاجة بتاعتنا من التلاجة. انا عايز البيض وعايز ده وعايز ده. زي ما قلت الرقاق ما بياخدش وقت، اهم حاجة هنعملها دلوقتي بسرعة خالص في الرقاق ان احنا نبدأ نعمل العصاج بتاعه. العصاج بياخد عبارة عن، العصاج بيتعمل بأكتر من طريقة، انا هعمله بالطريقة القديمة بتاعت الحاجة ام طارق. هاخد طبق صغير هنا وهحط شوية بصل مفروم، هفرده كده، وهاخد شوية ملح من فوق اوزعه توزيعة حلوة، وشوية فلفل تمام ويتوزع برضو توزيعة حلوة، وهاخد البصل ده ادعكه بايدي، عايز يدعك دعكة صغيرة كده. عندي ده البصل خلاص. هاخد فرفوتة سمنة، يعني مش فرفوتة قوي، فرفوتة بس مش فرفوتة قوي يعني. اوكي، وبعدين هاخد واحدة مدورة عشان اقدر اجيب الجناب، وهحط البصلة هنا تتشوح. شوحت البصلة كلها جميل خالص. في نفس الوقت عايز اوريكم او اشرح لكم هنعمل الرقاق ازاي ابسط ما يكون. عندي طبق كده بحط فيه شوية من خليط ما بين اللبن وما بين المرقة، وبعدين باخد الرقاق اللي هو ده. ده رقاق مصري، ده بيتعمل على راكية نار كده كبيرة قوي زي الكنافة، شبيه بالكنافة، وبيبقى زي ما حضراتكم كده شايفين بيبقى رفيع قوي وما فيهوش خميرة وما فيهوش حاجة، وطعمه حلو، ملحه مظبوط طبيعي. وبعمل ايه؟ باخد الرقاق ده ببله في اللبن والمية، وبحط في الطبق اللي انا بشتغل بيه هنا شويه صغيرين من السمنه، مسحه كده صغيره. ليه؟ عشان الرقاق ما يلزقش من تحت، عشان لو جت فيه حته نار سخنه شويه في الفرن ما يلزقش من تحت، لما اجي انضفه يتنضف بمنتهى السهوله. اللحمه عن البصل عندي بدا ياخد لون حلو ويحمر تمام. طب هل ممكن اضيف له ثوم؟ ممكن اضيف له ثوم زي ما انا عايز، بس انا بفضل ان انا ما اضيفلوش ثوم عشان يبقى فيه فرق شويه في الطعم. هاخد اللحمه و هنضيفها للعصاج، او ده هيبقى العصاج بتاعنا، وهاهري اللحمه دي كده شويه لحد ما تتفرم كلها. على بال اللحمه ما تتعصج هابدا اجهز انا هنا انا هاخد حاجه واسعه هحط فيها شويه لبن جميل، وهاخد شويه مرقه جميلين، وهاخد عندي الصينية بتاعتي اللي أنا هعمل بيها الرقاق، هاخد شوية مرقة صغيرة واضيفهم هنا، وهتشوفوا اللي هيحصل ان هي اللحمة هتفك شوية من بعضها. طبعا أنا عملت إيه؟ أنا حمرت اللحمة الأول، اللحمة أخدت اللون اللي أنا عايزه، ف
فانا مش قلقان دلوقتي على ان اللحمه تلون او ما تلونش، هي حصل لها الكارماليزيشن اللي انا دايما بتكلم عليها. انا هفك كده اللحمه دي مع بعضها. ليه؟ لان انا عايز دي تبقى مبروله، يعني تبقى حتت اللحمه فيها فرداني زي كور صغيره. هنسيب دي كده شويه ونرجع لها. ما اعتقدش ان انا حطيت ملح وفلفل، حطيت على ايه؟ على البصله بالظبط. اوكي، هاخد حته سمنه، حته سمنه صغيره، وهدهن دي كلها كده من تحت، تتعمل بالفرشه. الفرشه شكلها اشيك، لكن انا بحب اعملها شغل مطبخ. المطبخ بتتعمل كده الا لما اكون بنشتغل في كميات كبيره قوي. ايدي طبعا بتتغسل كل 5 دقايق في المطبخ، فما فيش اي مشاكل الحمد لله، ما عندناش مشاكل من ناحيه الهيجين. هاخد الرقاق وهكسره حتت وهبله. اتبل تمام، هاخده وهحطه هنا كده. مش لازم ان يكون مقاسه بالظبط، لا خالص. هناخد شويه كمان من الرقاق، هجري دي كده. كل اللي انا بعمله انا بجريها في السائل وبحطها. اوكي اهي جريت، حط واحده كمان، جريت، هاخد دي كبيره. ودايما احاول اخلي فيه حته سليمه شكلها حلو للوش من فوق. طبعا الرقاق بيتقطع قبل ما يتخبز، خدوا بالكم، الرقاق بيتقطع قبل ما يتخبز، لان لو اتخبز هيبقى صعب قوي ان انا اقطعه، هيتبهدل وهيبقى شكله وحش. اوكي كده، وناخد دي كده. اورايت، الحاجه المثاليه لو انا بعمل الرقاق ده ان انا دي كده خلاص. طبعا زي ما انتم عارفين الشيفات لازم يضيفوا حاجه، افتكرت شويه سنيبر يضافوا لل العصاج او لحمه العصاج، هتبقى بتغني. حصلنا على دي، عبال ما اعمل كمان رقتين هنا. هناخد الرقه كده بالراحه ونكسرها ونجريها في السائل الجميل ده. تمام، حاولنا هنحط في الاركان ونتاكد ان كله اخد كميه كافيه. هاخد حته كمان هنا، ده بيبقى تفصيل يعني انا بفصله. وبعدين عايز ايه؟ حته سمنه صغيره، هي مش صغيره بقى، مش هكدب عليكم، هنا مش هتبقى صغيره، لان ده اللي هيدي الطعم للرقاق. حط رقه كمان، وبعدين هاخد حته سمنه كمان، هجري دي كده. الله، وهحطها هنا، والزيادات كلها تتكسر وتتحط في الجناب، مفيش اي مشاكل. عايز اقلب ده، سنوبر ما بياخدش وقت كتير في النار، هنقلبه بقى ونطفي النار ونحشي وندخل الفرن. اوكي كده العصاق خلص، ريحته جميله وطعمه حلو وزي الفل. هنعمل دلوقتي الاتي، هنخلص بقيه الرقاق، هناخد معلقه وهاخد دي هنا قريبه مني، وهاخد الحشوه كلها وهحطها في النص. بالصنيبر، في ناس بتفتكر ان هي كل ما تحط مكونات في الطبخه
كل الطبخة ما تبقى أحلى، بالعكس كل ما المكونات بتاعتي اتركزت واتجوزت مع بعض، حصل ماريج ما بين الفليفر، كل ما بقت الطبخة أجمل وأشيك، وإحنا بنسميها كلين تيست، يعني طعمها. باكل جمبري ما فيهوش جمبري طعمه حلو، باكل كابوريا طعمها حلو، بفرد الكلام ده كله هنا كده تمام، وباخد دي هنا أكمل بقيت الايه السيمفونية. اوكي ودايما لما بنحط على الوش بنحط الظهر، ليه؟ لان انا عايز الظهر يحمر، لو حطيت ده ممكن انه يتلسع بسرعه، فانا احطها على الظهرها مش على وشها. كده تقريبا الرقاق بتاعنا خلاص، حط برده حته سمنه كمان، هدق كده اوكي، معلقه سمنه من أجمل الأطباق المصرية. والناس اللي عاملة دايت تقدر تاكل ده مرة في السنة أو مرة في الشهر مفيش مشاكل، لكن حقيقي من الأطباق اللذيذة وما تفوتوهاش. هناخد كمان ورقتين ثلاثة. طب الناس دلوقتي بتسال قد ايه احط؟ على حسب ما انا عايز، عايزه يبقى تخن كده، عايزه يبقى تخن كده، زي ما انا عايز. حط دي هنا كده خلاص. هنسيب الرقاق شويه بتاع مثلا نص ساعه، لا اقل من نص، ما فيش اهو انا حاسه بايدي هقطعه على طول، مش محتاج حتى ان انا اسيبه. سمكه كده حلو، رشه سمنه صغيره وخلاص، هقطعه بتحسها على طول بايدك. سكينه حاميه وهبدا اقطعه. في ناس بتعمل نفس الموضوع ده بورق الجلاش، طبعا شتان ما بين طعم ده وما بين طعم ده، فرق كبير جدا. اوكي الطبق بتاعنا كده خلاص، همسح الحواف وهاخده على الفرن علشان يستوي. عندي صفار بيض وعندي كريمة، دول الاتنين هيتضربوا مع بعض، هدخله الفرن على 180 درجة وهو طالع وشه احمر وحلو، هروح واخد ده واروح رشه عليه من جوه ومدخله الفرن دقيقتين ثلاثة كمان يشد، وكله واتبسطوا وادعوا لي. ريحة الرقاق مفحفحة وحلوة، تعالوا نروح نشوفه عامل ايه. الله الله الله، شكله حلو قوي وريحته اجمل. هوريكم طريقه احنا بنعملها دايما. ده الرقاق اللي عندي دلوقتي، احنا طبعا ممكن ان احنا نقدمه بهذا الشكل، ولكن لو انا عايز اعمل له اضافه صغيره هوريكم هنعمل ايه. هناخد صفار بالطين وصفار مش البياض. ليه؟ لان البروتين في البياض، لو حطيت بياض كتير اللي هيحصل ان البياض هيبقى هيجمد وهيبقى مش حلو. فانا هاخد الصفار وهضربه مع شويه كريمه واتاكد ان كل الصفار داب. شويه ملح من فوق كده جميل، وشوية فلفل، وهاخد ده الخلطة دي الجميلة دي هضيفها فين؟ هضيفها للرقاق كده.
فكنا قلت له ايه خلي بالكوا عشان ما يبقاش فيه حته فيها بياض، في حته بياض صفار اهي هشيلها، وفي حته ثانيه هشيلها، ده عادي ما فيهوش اي مشكله. وهاخده ادخله ثاني في الفرن خمس ست دقائق لحد بس ما الكلام ده هيتحول لصوص كريمه جميل طعمه حلو وشكله حلو. يبقى احنا كده شفنا الايه الجلاش بيتعمل باكتر من طريقه. هنحطها تاني في الفرن وهنظبط درجه الحراره على 150. كل اللي انا بعمله ان انا بعيد تحمير الوش اللي انا حطيت عليه الابراي اللي هو الكريمه وصفار البيض والملح والفلفل. تعالوا نشوف بقى الطبق الجديد.